حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة تلفزيون قطر في برنامجكم برنامج رمضانيات. كل عام وانتم طيبين ومبروك عليكم ما تبقى من هذا الشهر. احنا اليوم في هذا المكان اللي تفوح منه ريحة الماضي وعبق التاريخ، يحتوي على كثير من الارث القطري. ما راح اقول لكم عن هذا المكان ولا راح اقول لكم عن ضيفنا، لكن اقول تفضلوا وياي. مساك الله بالخير يا ابو راشد. والله ما تقوم، شلونك؟ الله يعافيك، مبروك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليك ان شاء الله، هاي الساعه المباركه اللي نشوفك يا ابو راشد. الله يحييك. مشاهدينا الاكارم، بكل تاكيد ابو راشد الوالد عثمان الدهيمي غني عن التعريف، صاحب هذا المتحف اللي يمكن احنا من دخلنا هذا المتحف واحنا مو بقادرين نقعد صراحه، من كثر الموجودات، من كثر طبعا التحف اللي موجوده في هذا المتحف ما قدرنا نقعد فعلا. ابو راشد اول شيء مبارك لك هذا المتحف اللي فعلا يسر ناظر اي واحد داش هذا المكان. مشكور، الله يسلمك، بارك فيك. قل لي ابو راشد، شلون قدرت تجمع كل هالتحف في هذا المكان؟ والله من اول يعني ما جمعت الاشياء، من بداياتك؟ من بداياتي ويا الطوابع، يوم 57 كذي صار الطوابع، الطوابع والعملات، الانتين والانا والاشياء الربيه الهنديه كانت. نعم اي نعم، كلها جرتك انك تسوي كل هذا؟ جرتني ان اسوي هذه كلها الين يومك هذا، ولا الحين ما اصبر عليها ولا وين مزايده. في اي مكان اروح اشتري واحط الشيء اللي ما عندي، اللي عندي عندي. نعم. الشيء اللي ما عندي لازم اجيبه. نعم، لكن بعد ما يفوتني هنا نسالك، نقول اللي تملكه الشيء اللي عز عليك في هذا المتحف وفعلا نقول عزيز وقريب من قلبك وايد. والله كل شيء عزيز وقريب، لكن أقرب ما شيء عندي هذه الأمانات المقدسة. اي نعم، اللي هو هذه. نعم، الأمانات المقدسة. اي هذه حصلت عليه. طيب ايش فيها هذه؟ فيها كل شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من ملابس، من أسلحة، من كل شيء، وغزواته وكل شيء في هذه. نعم، موجودة. نعم. طيب شلون قدرت تحصل هاي؟ والله جاتني هدية. هدية؟ نعم، من صديق. ويمكن تعتبر أغلى هدية. أغلى عندك؟ أغلى هدية عندي. نعم، أشوفه يعني حاطة عندك على طول، جنبك على طول. على طول. نعم عندي. نعم على طول، هذه كل مادية أتصفحها وأشوف اللي فيه، وأشوف بتشوف كل حاجة فيه، من العمامة تبعت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تكرم انعالة، لأن كل شيء موجود فيه. يعني فعلا الواحد حتى يعني يحس بالقرب، يعني لقلبه يحس القرب للأشياء اللي تتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام. يعني فعلا أشياء أكيد أبو راشد مثل ما ذكر لنا، هذه من أقيم الأشياء عنده عندي وأحبها حق قلبه. لكن أبو راشد نقول بعض المقتنيات تلقاها في قطر موجودة بسهولة، واللي في قطر خدتها، واللي يعني هدية، واللي من برا شريتها من برا، ما خليت مكان في الخليج وورا الخليج بعد. زين، احنا نقول اللي يروح برا سياحة مثلا، ايه؟ احيانا اذا ربع وياه مجموعة من ربع يعني. نعم. وانا عارف يعني انت ما شاء الله عاشرت كثير من شيوخ الدوحة قطر ومرائها، وعسى الله يطول في سمو الأمير الوالد. نعم. اللي أنت فترة طويلة كنت وياه، لما تسافرون برا مثلا. نعم. أخوانك وربعك اللي وياك ما يقولون لك يا أبو راشد مللتنا وانت تدور هالأثريات هذه؟ هم والله يدورون الأشياء هدايا وما أدري شنو. أنا ما أروح هدايا، أنا أروح أشتري كان تحفة، وإن كان في سوق من في إيران، في الهند، في باكستان، وكل مكان اللي رحت أروح أدور التحف. حتى في لندن أروح في شارع لي على طول برتبلو اسمه، ما اروح مكان برتبلو. فيه برتبلو يجيبون فيه التحف وال اي تحف العالم، كل شيء فيه موجود، اللي يموت راعيه يجيبون يبيعون هناك. زين، شلون عارف ان هذه اصبحت تحفه براشد؟ يعني هل لها فتره زمنيه معينه، لها شيء، ولا بس انها قديمه؟ شوف، يجيبون شكل التليفونات الحين، الجوالات هذه جات جوالات قطت على الاوليات، كلها نسوا الاوليات، ايفون اي دي وايفون 6 وايفون ما ادري شنو، يعني اشكال هذه قطت على الاوليات، يقط تليفونه وخلاص، يقط ما يدري ان هذه تحفه، خلاص لا حط تحفظها. بعد كم سنه صار تحفه؟ تحفه
عندي 200 تلفون تحفة. الموبايلات. موبايلات. نعم. 200. نعم. هذه موجودة. ونلاحظ بعد يعني وجود عدد كبير من الرواد القديمة. الرواد كلها والتلفزيونات كان أبيض وأسود عندي برا موجودة. حط وجات هاي الملونات وغطت عليها. الحين الملونات بعد بيجي شيء ثاني أنا لهذا اللي ما فيه ظهر ولا شيء شو اسمه؟ الفلات. الفلات هذه. نعم. غطت على هذا قطوهم. عندي 25 تلفزيون 30 تلفزيون كل واحد غير عن الثاني. نعم لكن قلت لي بعد ثمان وكلام منطقي يعني يمكن براشد قلت لي إذا القطعة أصبحت لا تصنع ما تحفة. يصنعونها تحفة. أصبحت تحفة. تحفة نعم تحفة ما حد يصلحها ما لها سامان خلاص تحفة. هاي الماستر ويس فوق عندك هني وهذا الرواد كلها تحفة هاي خلاص. ساعات قديمة عندك. ساعات بعد. قديمة واجد عندي. نعم. كاميرات قديمة. كاميرات قديمة عندي تلفونات قديمة أبو هندل وكله والأشياء هذه عندي. نعم. كلها موجودة. نعم. نعم. لاحظنا سيوف وخناجر. الرماح جميع أنواع الحرب جميع أنواع الكبايات الشاي هذه 265 كوب أشكال 265 كوب هذه. ما حد يقدر يحط يجمعها. نعم الفنايل ايضا شفنا والفنايل يعني من القديم حتى الحديث. اي نعم في الحديث لاخر شيء جاء موجود لكن بيصير تحفه بعدين يقعد. نعم شفنا بعض العملات براشد ايه؟ يعني صندوق يمكن بارتفاع متر ايه؟ كلها عملات هذه حوالي 400 قطعه 400 الف قطعه 400. من جميع بلاد اروح اشتري منها حط كيلو ولا كل الخردة دي اشتريها. نعم احنا في متحف يعني الحين احدى الساعات القديمة ترن. هاي ساعة امي والله من اي نعم ايش اقول لك 40 سنة ومحافظ عليها. حافظ عليها الساعة كله هذه ابوي عمي وامي مصمخة ما يسمع بس هذه تسمع الساعة من الدق ابوي تقول لها دقت الساعة قولي لي ما على طول يسمعها هو ويسمعها ويصلون على الفجر يعني سبحان الله كل صلاة أيه. الله يرحم من مات منهم ويطول أعمار من بقى منهم ومنهم براشد هذول يعني أنا حافظ عليها كشمتها وكشمة أبوي وكل حاجة يتعلق فيهم عندي أمواس الحلاقة والأشياء حافظها. نعم لاحظنا براشد بعض الأنواع راح نتكلم عنها بعدين برا هذا المتحف يعني آلاف القطع يمكن تكون ملايين القطع عندك موجودة هنا يعني ليش ما قدرت توظفها في هذا المكان مثلا؟ ما لها ساعة أبوي ما لها مكان خليت الحوش كله من يمين ويسار كله موجود وداخل الصالة بعد تقولي العيال يقولون لك لا يقولون يا أنت تطلع عنا يا نطلع عنك والله قالوا لي كذي انترس البيت انترس لكن قلت لي نحن حبوا هالشغلة يعني الكبار عيالي الكبار يحبون هالشيء هذي ويجوني كل يوم العصر مستانسين واللي يجيب لي هدايا اللي حصل شيء قريب يجيبه أما العيال الصغار هذه ما يدانوا التحف هذه ولا يحبوا يقول وين نلعب سيكل وين نلعب هذه وين نروح وين نجي نلعب في الشارع دوسنا سيارة ليش تحط هذه كجرة هنا مسمينها كجرة لاحظت يعني يمكن يسمح للمشاهد الحين ويعني ما ودنا يمكن يضحك علينا المشاهد لكن لاحظت فعلا وبسأل أنا براشد عنه هذه بن عقول يعني هذا العقال لاحظنا يعني فعلا يمكن حتى ما يركب على راسي لكن براشد سالفة هالعقال هاي هذه عقال بن عقول هذه عقال معيدي هذه نعم معيدي معيدي نعم طيب مال العراق هذه هذا وين 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 قدرت تحصل عندنا مايل حصلته والله جبته من برا جاب لي اياه واحد من برا نعم. توصيه يعني توصيه نعم انا دورته الحين ما يصنع هذا ما يصنع يسوونه سواء نعم يعني للبيع للبيع ما يصنع للبيع ما تحصل الا في بغداد في بغداد اي ما تحصل لا والله يطيح الراس يعني صراحه اي رقبتك ثقيله يعني فعلا ثقيل إيه؟ ثقيل وايد لكن إيه؟ لكن اكيد انه له قيمه اثريه اللي كانوا يستعملونه شوف هناك اكو هذا لك نعم الابيض والشطفه والشطفه طبعا يمكن في بعض دول الخليج والفتل كانت. والفتل والفتل نعم, نعم. على العموم احنا راح نتواصل مع الوالد عثمان الدهيمي وهو طبعا براشد صاحب هذا المتحف اللي مثل ما ذكرنا فعلا يمكن تكون ملايين القطع في هذا المكان وحاولنا في هذه الدقائق ان نبين لكم
عشق أهل قطر لهذا التراث ولتجميع أيضا يعني نقول ما هو من أدوات الماضي حتى تستمر ويكون أيضا يعني لاطلاع الأجيال الجديدة عليه بإذن الله. لكن راح نتواصل وياكم بعد فاصل مع الوالد أبو راشد عثمان دهيمي. راشد انا صراحه يعني المرفاعه عرفته نعم. لكن هذه اللي فوق المرفاعه اكيد لها اسم. شنو هذي؟ هذه ما تعرفها؟ والله ما اعرفها. هاي اسمها القرطله. قرطله قرطله حق شنو؟ حق التمر. حق التمر ايه. زين هذه اللي يسافر واللي يرعي اللي يرعى الغنم واللي يروح المسافات الطويله يحط تمر في هذه ويحط التمر اللي سكرت عليها تختلف. اي نعم. لكن حطوا في هذه يدخل عليها يحافظون عليها في ذي يعني النمل ما يجيها والذي ما يجيها يعني نقول الاول بيوت كلها القطر تقريبا عندها كل عندهم مواعين ما في لا الا هذه الشغلات اليدويه والجفير القرطره والجفير والمرفاعه والاشياء هذه موجوده يعني براشد حتى الاسامي ايه؟ يمكن لما اختفت هذه ايه؟ او اندثرت اساميها راحت وياها راحت يعني احنا ما نقول تقريبا قرطله نسيناها اول مره تسمعها هني اي والله انا اول مره اسمعها الجود الجرمه نعم اسقى نعم كلها ما تعرف نعم في شيء راحت لا البعض عارفه لكن راحت مسمياتهم مع اختفاء وقت الجود وشو نعم الجود ما عارفه لكن القربه معروفه القربة تعرفها نعم القربة تعرفها والسقة عارفة الجود تعرفها الجود لا الجود هذه بعد يجيبون فيه الماي هذه يحطون الجودان هذه الجود يترس من شنو بعد من جلد الغنم من جلد الغنم نعم يسوونه كبير يترسونه من العين لين يوصل البيت يوردون به يعني يوردون فوق الحمار كرمت فوق يكرم الجمال نعم. الجمال فوق يحطونه يعكونه كذي عك نعم ورا جود نعم إنزين خلنا نشوف يا أبو راشد يعني المقتنيات في هذا المتحف صراحة ما تعد ولا تحصى أسلم إحنا نلاحظ هني مجموعة كبيرة من الجرايد اكتبت عنك في السبعينيات أو في الثمانينيات نعم. وكانت تقريبا الأغراض اللي عندك أقل بوايد من الحين وين كثرت أول كانت مجلسي متروس والحوش بعد هناك متروس لكن جذور هذه صغيرة وغيره وغيره والقانة وملك لكن الحين وين ما في مكان لا والله زين الحين انت لو تبي توثق براشد خلنا بنوقف عند هذه شوي براشد يعني هذا لفت نظري يمكن ما في منه انا يمكن اول مره اشوفه سلامتك هذه يعني صديق هدا لي اياها نعم زارني يعني في المتحف وقال عندي لك هديه بعطيك اياها هاي صناعه وين تقريبا يعني الهند إيه؟ دائما الهند يقتدون بالطاووس شيء يعني مقدس عندهم نعم هاي هندله نعم يركب هني يركب على الجنب يعني يبا عثمان انت بعد من هواياتك إيه؟ انا عارف انك تحب السيارات القديمه والله عندي ذكرتني الحين يوم الهندل السيارات إيه؟ القديمه بعد نوع منها بالهندل نعم. بالهندل لكن هاي ما عندي يا ريت ما عندك يا ريت يتمنى إيه؟ نعم. الوالد عثمان يملك بعض الانواع مسامير الخشب عدة النجار تليفونات نعم. جوالات شوف الجوالات يعني الأشياء مشاهدنا الكريم يعني صج أنا وأبوي عثمان تعدينا حتى من غير ما نقول لكم وكنا نبي نتكلم عن الميزان هذا الميازين ميزان نعم نعم ميزان قديمة القديم نعم من وين جبتم ذول بعد اللي قط ميزانين جودة ناخذه منه ما يبي يقول لنا يعني الوالد عثمان ما يبي يقول لنا وين مصادره لكن مصادره والله بنحاول الدكاكين الإيرانيين القديمة أروح أخذهم
ابو راشد، انا يعني لفت نظري الارقام هذه الحلوه، الارقام اللي مكتوبه باللون الذهبي عليها رمز الدوله اللي هو علم قطر. هاي شلون كان نظامها الاول؟ نظامها حق الشوخ، هاي احنا لوحه بيضة كذي وفيها الرقم مكتوب بالاسود. نعم، البيضة حق السيارات الخصوصيه والباقي كلها هذه السوق ياخذون الرقم ويروحون لبنان يشترون سيارة ولا يركبها سيارة يقط اللاب بيضة هناك في كذا ويسوي حطها، يعني ياخذ الرقم قبل السيارة. اي قبل السيارة، نعم قبل السيارة. لا ياخذ الرقم والسيارة من المرور. من المرور اي نعم يسوي هناك. نعم اي نعم. قلت لي ايام ألس. ألس اي ايام ألس ياخذون الرقم إيه في, في, في 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 المرور. نعم يعطيهم. نعم. اللي كان ياخذ تراي فرميله عند القصر الابيض، عند القصر الابيض في الرفعة. نعم. ويقول لك اذا بعد رجعت السياره ما ينحق. لا لا يعني الدلال بعد ابو راشد الدلال يعني لها رمز عندنا في قطاع. نعم. لها رمز فعلا فوق ال100 دله اشكال كلها من احسن دلال شفت تحت كبار. نعم. وصغار وكلها هي ورسلان. نعم رسلان. رسلان نعم في مصطلحها اسمها رسلان، اللي صنعها اسمه رسلان، ابراهيم رسلان. نعم هذه معروف. نعم. وإذا تلمعت وتصنفرت تطلع تلك تلك، هاي أساس كذي إنها من زمان موقفة كذا، لو صقلتها تصير مثل الذهب تلمع ما شاء الله. نعم. الحديث ويا الوالد عثمان بن ناصر الدهيمي يطول. براشد بارك الله فيه، جزاه الله خير، فعلا تعبنا اليوم ويانا في هذه الجولة في متحفة، لكن فعلا يعني في مكان آخر نبي نراويكم وياه يا مشاهدينا، لا تروحون بعيد. براشد أنا صراحة لفت نظري هذه السيارة. كادلك. هذه شو موديلها؟ 75. هالسيارة 75 موديلها. براشد لين تطلع في هالسيارة يعشرون لك. أوف. يدقون هرانة. يا سلام، وكل يسلم وكل ذيبة، واللي جاء عندك تبيع. لا لا يا أخي ما أبي. ما تبيع. تقدم مقدمة أنا. ذكر الله يرحم والديك. أي بيض أي الله وجهك. أنا أقول له مقدمة يعني. جزاك الله خير، راعي واجب ما تقصر يا براشد. يعني ما شاء الله صج الواحد ما وده يروح من عندك. الله يحييك. يعني فعلا هاللي موجود عندك يخلي الواحد مثل ما يقولون يضرب وتد ما يروح. لكن هالعمود هذه السالفته، هذا الحبس سجن. هذا الحبس. الحبس زين. شلون طريقته مثلا؟ طريقته انا ارفعه زين، يحطون رجله داخل، واحد مني واحد مني واحد ريلين رجل لا واحده 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 زين. صلى الصبح غيروا له حطوا رجله اليمنى، ولجا الظهر حطوا اليسرى، ولجا المغرب. يدخلونه في حجره يعني هذه اللوح ولا برا؟ عريش برا. عريش برا. إيه؟ يعني يا في الصبح يا في الضحى. يعني المحبوس تمر عليه تسلم عليه وكل شيء. لا في حوطه ولا في شيء بس. إيه؟ والعريش في النص. اي نعم. ما في حجر مال سجن. نعم. حبسونا فيني هذا على وقت التراك، يعني وقت أيام الحكم العثماني. أي نعم أيام الحكم العثماني. أي استعملوها. وعندنا في الريان القديم في الجلعة وراها مسوين مكان حق مخازن كذي فيها. نعم. زين الحين براشد، يعني هذه الأشياء الكثيرة مثلا أنا أشوفك مخليها في الحوش. ما عندي مكان أحطها، ومحل بيتي صغير. مش هسوي واجد بيتي صغير فوق 2,000-3,000-4,000 قطعة. نعم. يعني الصناديق هذه كلها مترسة. كلها مترسة والله بتاعها. ودي اني احطها اسويها الناس تشوف. اسمع يعني احنا ودنا اكيد ودنا يقطونا برا ودنا. زين الحين انا طرى على بالي سؤال، يعني احنا انا لو بسوي متحف او مشاهدنا الكريم يبي يسوي متحف شلون يبتدي؟ ما يبتدي متحف مثل الانسان عنده مكان يسوي مكان بيت. زين نقول اي شيء عنده ما يقطه؟ ما يقطه؟ ما يقطه؟ لا لا بيصير متحف. لا اي بعدين يتحسن. بيصير متحف عنده لو يجمع. لو جمع 1-2-10 لو صاروا 10 بيصيروا 20-30-50 وبيحب الهوايه. نعم. وبيواصل ويعلم عياله بعد. وبيواصل. اي نعم. يعني نقول اي شيء حن حق مشاهدنا اللي تابعنا. ايه؟ اي شيء عندك في البيت قديم لا تقطه. لا تقطه، ما يبي يجيب لي انا بيشتريه. يعني حتى براشد شوفه بيشتريه. والله بشتريه بالدسم صادق. نعم. نعم. يعني زين هذا الحين لصقه. نعم.
السقا القديم الجربة. نعم لا الجربة غير هاي السقا. هذا السقا اللي هو من يلد المعز. اي نعم نعم. اي وهذاك السقا بعد حق اللبن. هذه عقبية المعدن عقبية. نعم وجات الدينامات الحين. اي اللي تخط بس والمراعي. اي نعم الحين يوم يا المعدن ما استمر فترة طويلة. لا لأن تغيرت الحياة. نعم نعم. دخلنا في التمدن وفي التطور والله أنعم علينا بالخير. نعم. وقف كل هالأشياء تقريبا. كل الأشياء محفوظة إن شاء الله. نعم محفوظة. ايه؟ مثل ما شفتوا طبعا زين. هاي التجورية هذه تعال قول لي عنها. بقول لك والله هاي سالفة سالفة. هذول هذه بروحها سالفة. سالفة شوف هذه ربعنا الحين زادت فلوسه ما عاد فيه بالآلاف ولا بالمئات ولا بالملايين. صارت في البنوك هي ما تقدر تشيل صناديقكم هاي قطوها برا خلاص البنك كفي. نعم اي وانت مثل ما قلت اي شيء يقطونه يصير متحف. وأنا عندك وانا متحف عندي يصير متحف والله عندك. ان بعضهم يقطونه عند الجسم الزباله قطونا. نعم يكرم السامع يعني مثل ما شفتوا. نعم. صج يعني براشد يجمع هالادوات شقى وتعب عشان يسوي هذا المتحف. نعم شوف هاي كلها فعلا ومع ذلك يقول من خلال حديث ان العيال في البدايه من كثر ضيق البيت ما كانوا ودهم لكن الان حبوا الهوايه. انا يا ريت يعطوني والله ارض عوده والله اسوي متحف بروحه شيء روعه اسوي. احنا في قطر في قطر وايد من هواه اللي مثلك مثلا او مغتنين التحف. نعم وايد. اي نعم ولا 20 ولا 30 بيوت كلها مليانه متاحف بينهم لهم خاصه مسوين على قدم لو عندهم بعد مكان ساعة عشان سووا وشوفون الناس. والدليل على ذي براشد أن الحين البعض اللي يسوي مثلا يلسة شعبية بسيطة يحط فيها بعض الأشياء القديمة النارة والبنكة والأشياء. شوف حاط نعم. كل شيء حاط الأشياء القديمة قديمة. يعني هذا فعلا أن الواحد يحن قصب طيب للماضي. وعجايزنا وشيابنا من يمر ضرب بريك يطالع هني. يحسب يمبيع والله الجنين ومارك كل يومك تبيع. ما قلت لا يا ما ذكرت بأيام مضت والله العظيم الدك صدر دك تحسر على إيه على الأيام ذي إيه وعلى إيه الأشياء إيه البسيطة ذي إيه والله تقول من قلبها. عزيز المشاهد الحديث ويا الوالد عثمان بن ناصر تيمي صراحة لا يمل والقعدة في هذا المكان أيضا لها طابع خاص فعلا يعني لها طابع خاص. أنا وجميع زملائي استمتعنا في هذا المتحف اللي نقول يحتوي على آلاف القطع والأثريات. براشد لكن قبل لا أختم هذه الحلقة وياك وإحنا فعلا استمتعنا وياك الآن أتذكر موضوع وأنا أشوف هذه السيارة. هذه السيارة براشد اللي كنت تطلع العالم في الإعداد بها؟ لا عندي ستيك بدي بورويغن. برويجن. برويجن. نعم. لا في الجدام هنا بكرة وفيه شكل ونج. أي واحد يغرس بس دقيقتين نروح نسحبه ونجيبه كنا على طول. نعم. وساعات ناس وايد. ناس وايد ناس متضايقين ناس جوعانين ناس منقلبين ناس كلهم على طول أساعدهم. يا لها في ميزان حسناتك يا براشد. الله والله يدعون حق والدي. الحمد لله. لكن براشد يذكرني أيضا من خلال حديثنا أن طعس. طعس لدهيمي. اي والله هذه سمي على عثمان بن ناصر لدهيمي. نعم من اول يوم جيت لعديد انا اول واحد قبلي علي بن محمد الله يكرمه الخير الزعيم والزعيم. نعم. نعم. حط هناك مركز لهم وسكروا انا اول ثاني واحد انا جيت وقعدت على طول. كانوا يجونك شيوخ ما شاء الله الشيوخ سمو الامير الوالد الله يحفظه ويطول في عمره بندر الشيوخ هناك انا ساكن عند جنب بندر الشيوخ. نعم نعم كلهم على عبد الرحمن. من كم سنة طلعت من هناك يا أبو راشد؟ 94 يعني ما يقارب ال 22 سنة الحين تقريبا. ومن يومها ولا رحت البحر كلش قطعت مول لا طراد ولا سيارات ولا بحر أبدا بر والبيت. الله يطرح فيك البركة يا أبو راشد ويطول في عمرك ويخليك ذخر. وفعلا اليوم ما قصرت ويانا استضفتنا في متحفك وصراحة يعني قدمت لنا كل الواجب اللي قدمونا هالقطع. يشرفني والله ولنا الشرف يا أبو راشد بارك الله فيك. طبعا احنا نقول لك كل عام طيب عساك من عوادة وإن شاء الله نلتقيك في برامج أخرى بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله ومبارك عليكم الشهر وعلى الأمير وهالبلاد كلهم يستاهلون وجميع المسلمين يستاهلون إن شاء الله. طبعا في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أني أشكر الوالد
عثمان بن ناصر دهيمي، بارك الله في هذا المتحف والله يبارك له في هذا المتحف. ومثل ما ذكر يعني كثير من هالقطر يحتفظون بأدوات وأثريات ويعني قطع ثمينة في متاحفهم وهم كثار. بإذن الله نقول الله يوفق لهم ويخليهم ذخر، ودائما نقول نلتقيكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة. والآن اسمحوا لنا ونقول لكم في أمان الله.